ده اللي احنا عايشين منه يعني. او انا عن نفسي ما عنديش مشاريع تانية انا فاتحاها او بعمل حاجات تانية في الدنيا دي اللي انا عايشة منها او بصرف منها على اهلي او على بيتي، فده بالنسبة لي رزقي. فاكيد اي حاجة هتمسه او هتيجي ناحيته او تضيعه اكيد هكون متضايقة واكيد هكون زعلانة. ده الجزء اللي اقدر اجاوب عليه. لكن قلقانه برضو على حريتك كفتاه يعني، كبنت بتمشي في الشارع بتنزل، قلقانه من ده ابتدي تحسي بشويه خوف؟ انا شايفه ان انت بتمشي ببودي جاردز. انا عندي القلق الطبيعي بتاع الحوادث اللي بسمعها وامي اصلا قلقانه اكتر عليا. مامتك هي اللي بتخلي يبقى في معاكي حراسه او سكيورتي. وانا ما بلومهاش على ده، الست ما عملتش كده في زمن مثلا الحياه في بيس والناس ماشيه عادي وهي اللي منظره مثلا جابت لمي بودي جاردز. لا يعني البودي جاردز اللي مع مي مش منظره. لا لا طبعا قلق من ولدك. لا طبعا انا اخر واحده بتعمل القصص دي. انا ما حدش بيشوفني في حته يعني، انا لولا البرنامج اللي بنعمله ده وبعدين غير كده المسلسلات صحيح. ولا الافلام انا ما حدش بيشوفني في حته يعني. انا قاعده في بيتنا معظم الوقت وحياتي عائليه قوي وبعيد عن اي صخب وخروجات ولبس وميك اب ومهرجانات وافراح بعيده خالص، ما فيش حد بيشوفني. انا في ناس بتشوفني تقولي ماما انت بتروحي فين، هي انت بتبقي قاعده ممكن تقول لنا انت بتقعدي فين عشان نبقى نيجي؟ قلت لها قاعده في بيتنا يعني. انا بحب البيت، هو برج جدي كده على فكره كمان. امتى في افلام قلتي لا انا مش هشتغل الفيلم ده للاسباب دي وضربتي كرسي في كلوب رغم ان هو فيلم كان رائع؟ كتير اه حصلت لي كذا مره، بس بدعي ربنا في ساعتها على طول بقول له انت العالم انه انا بجد كان نفسي فيه، فابعت لي رزق، ابعت لي تاني، ابعت لي حاجه اقدر اعملها، وعلى طول والله العظيم وبيعوضني باحلى والله يعني. بعد ما كنت ابقى زعلانه على طول بيفرحني بعدها، مفيش